لا يصل إلى غايته المنشودة إلا بعد لهيب من الحار، احتراق بنار الحب. لا محال في يوم عرفة حجاج بيت الله الحرام هنيئا لهم، ضيوف الله بعرفات يذكروننا هناك في مناسكهم، تقبل الله مناسكهم ونحن ندعو لهم عند قبر الحسين. لا بد للمحب أن يحترق بنار الحب، وأنتم كذلك في هذه البقعة المباركة عند قبر سيد شباب أهل الجنة تحت أشعة الشمس، والشمس تلفح وجوهكم جميعا، تتحملون الحار والصعاب والزحام وكل الصعوبات، لكن أبشركم اليوم تكونون أنتم كعائلة الحسين الذين هذا اليوم، هاي الساعة الآن بهالساعة الحسين تحت أشعة الشمس في عرفات يقرأ هذا الدعاء وعائلته. اليوم أنتم أسماؤكم تكتب مع زينب وأم كلثوم وسكينة. من قرأ دعاء الإمام الحسين في هذا اليوم أينما كان، خصوصا في كربلاء، في كربلاء عند قبر الحسين، كان كمن قرأ هذا الدعاء في عرفات مع الحسين. توجهوا بقلوبكم، إن شاء الله تتابعون العبارات والفقرات بدقة معي، حتى إذا لم يقرأ أحدكم الدعاء فليستمع. الدعاء كما تعلمون إنه مطول نسبة. إن شاء الله أنا تسهيلا للأمر وتقليلا للوقت أسرع في القراءة ولا أطيل، وإن شاء الله القراءة تكون بدون حاشية وبدون أن أعرج إلى موضوع آخر. كلنا نقرأ هذا الدعاء دورة كاملة في التوحيد، في التوحيد دعاء مثل دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة ماكو في الإسلام. الدعاء نقرأه جميعا، وهذا اليوم هو يوم استجابة الدعاء. من عند حاجة؟ أكو واحد في هذا الجمع ما له حاجة؟ كم من المرضى في مشارق الأرض ومغاربها الآن وياكم يقرون؟ كم من مديون، من صاحب مشكلة عائلية، مشكلة في الأولاد، أولئك الذين ينتظرون سنوات ينتظرون الذرية. هاليوم يومكم، الأبواب مفتوحة والدعاء مستجاب بصميم قلبك. كل واحد منا يسأل حاجته، إذا 20 حاجة 100 حاجة عندك أطلب. الذي يريد أن يهبك ويعطيك حاجاتك هو رب غني، هو رؤوف بكم. اطلبوا حوائجكم في كل مكان، أصحاب الحوائج ينتظرون. لا تقول هاي المعجزة كبيرة، لا تقول هاي حاجة مستعصية، ولا رحت إلى فلان إلى فلان إلى مواطن عديدة قالوا لي لا ما إلى علاج. لا، الحسين يعالج المرض اللي ما إلى علاج. هاليوم شفاء الأمراض والمرضى
الذين ما عالجهم الطب لكن معجزة الحسين هل يوم تعطي؟ بلي، ليس على الحسين بعزيز هذا اليوم أن يرد بصر من فقد بصره. خادم من خدام الحسين بمثابة ولدي وقرة عيني الشيخ هاني شعبان، خطيب تعرفونه، طالما سمعتموه، صار للسنة فقد بصره ما يشوف. هاليوم أشوف، شو تسوون أنتم في طلب حاجة هذا الخادم الحسيني؟ أي واحد منكم بحق هذا، هذا هو أبو الفضل، أبو الفضل من هذه الجهة والحسين من هذه الجهة، وين أنتم؟ جنة الله في الدنيا أرض كربلاء، وجنة كربلاء بين الحرمين. الحوائج إن شاء الله مقضية، توجهوا بكل وجودكم مع الحسين سلام الله عليه، الذي سوف يبدأ في هذه اللحظة قراءة الدعاء، ونحن نستقبل دعاء الحسين بالصلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك، مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي
في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم، وكلأتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام، وربيتني زائدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك، وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمتان دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي، وإحسانك القديم إلي، حتى إذا أتممت عليها جميع النعم وصرفت عني كل النقم، لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك، ووفقتني لما يزلفني لديك، فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتك زدتني، كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك إلي، فسبحانك سبحانك
من مبدئ معيد حميد مجيد وتقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا أم أي عطاياك أقوم بها شكرا وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مسارب نفسي وخذاري ثمار عرنيني ومسارب سماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركاتي لفظي لساني ومغرزي حنكي فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساهي مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي وبنوع فارغ حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبلي وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وما انتسج على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا أجل ولو حرست أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات أنا ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وإنباؤك
وبلغ أنبياءك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمدا ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين المخلصين وسلم اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثاري ومآربي وأقر بذلك عيني اللهم اكشف كربتي واستور عورتي واغفر لي خطيئتي واخسى شيطاني وفك رهاني واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا ربي بما برأتني فعدلت فطرتي ربي بما أنشأتني فأحسنت صورتي ربي بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني ربي بما كلأتني ووفقتني ربي بما نعمت علي فهديتني ربي بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني ربي بما أطعمتني وسقيتني ربي بما أغنيتني وأقنيتني
ربي بما أعنتني وأعززتني، ربي بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي، صل على محمد وآل محمد وأعني على بوائق الدهور وصنوف الليالي والأيام، ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة، واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخاف فاكفني، وما أحذر فقني، وفي نفسي وديني فاحرسني، وفي سفري فاحفظني، وفي أهلي ومالي فاخلفني، وفيما رزقتني فبارك لي، وفي نفسي فذللني، وفي أعين الناس فعظمني، ومن شر الجن والإنس فسلمني، وبذنوبي فلا تفضحني، وبسريرتي فلا تخزني، وبعملي فلا تبتلني، ونعمك فلا تسلبني، وإلى غيرك فلا تكلني. إلهي، إلى من تكلني؟ إلى قريب فيقطعني، أم إلى بعيد فيتجهمني؟ أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ أشكو إليك غربتي وبعد داري، وهواني على من ملكته أمري. إلهي، فلا تحلل علي غضبك، فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي. سبحانك، غير أن عافيتك أوسع لي، فأسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات، وكشفت به الظلمات، وصلح به أمر الأولين والآخرين، ألا تميتني على غضبك، ولا تنزل بي سخطك. لك العتبى، لك العتبى، حتى ترضى قبل ذلك. لا إله إلا أنت رب البلد الحرام، والمشعر الحرام، والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا. يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه، يا عدتي في شدتي، يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين،
ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كافا يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم أنت كهفي حين تعين يا المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور يا من لا يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا من لا يعلمه إلا هو يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء يا من له أكرم الأسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا يا من أخرج يونس من بطن الحوت يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله يا الله يا الله يا مبدئ يا بديع يا بديع لا ند لك يا دائما لا نفاد لك يا حيا حين لا حي يا محيي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من قل له شكري فلم يحرمني وعظمت خطيئتي فلم يفضحني ورآني على المعاصي فلم يشهرني يا من حفظني في صغري يا من رزقني في كبري يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان يا من هداني للإيمان
من قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني، هو عريانا فكساني، وجائعا فأشبعني، وعطشانا فأرواني، هو ذليلا فأعزني، وجاهلا فعرفني، ووحيدا فكثرني، وغائبا فردني، ومقلا فأغناني، ومنتصرا فنصرني، وغنيا فلم يسلبني، وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني. فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتي، ونفس كربتي، وأجاب دعوتي، وستر عورتي، وغفر ذنوبي، وبلغني طلبتي، ونصرني على عدوي. وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي، أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، وأنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي. هو أبوء بذنوبي فاغفرها لي، يا من لا تضره ذنوب عباده، وهو الغني عن طاعتهم، والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. فلك الحمد إلهي وسيدي، إلهي أمرتني فعصيت،
ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لا ذا براءة لي فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والإخوان أن يعيروني ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني فها أنا ذا يا إلهي بين يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر ولا حجة فأحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنى ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك معددا وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها
وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة والسلامة في الدين ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من ربنا كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافى نعماؤك صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق المكبل الأسير يا رازق الطفل الصغير يا عصمة الخائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد وآل محمد وأعطني في هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وكربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سئل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول دعوتك فأجبتني وسألتك فأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعماءك وهنئنا عطاءك واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين آمين آمين رب العالمين اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعصي فستر واستغفر فغفر يا غاية الطالبين الراغبين ومنتهى أمل الراجين يا من أحاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما
اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيارتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم، فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين. وتغمدنا بعفوك عنا فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات، فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، وبركة تنزلها، وعافية تجللها، ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين. اللهم أقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تخلنا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين، ولا تردنا خائنين، ولا من بابك مطرودين يا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. إليك أقبلنا موقنين، ولبيتك الحرام آمين قاصدين. فأعنا على مناسكنا، وأكمل لنا حجنا، واعف عنا وعافنا، فقد مددنا إليك أيدينا فهي بذلة الاعتراف موسومة. اللهم فأعطنا في هذه العشية ما سألناك، واكفنا ما استكفيناك، فلا كافي لنا سواك، ولا رب لنا غيرك، نافذ فينا حكمك، محيط بنا علمك، عدل فينا قضاؤك. اقض لنا الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم أوجب لنا بجهدك عظيم الأجر وكريم الذخر ودوام اليسر، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ولا تهلكنا مع الهالكين، ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيت وشكرك فزدت وتاب إليك فقبلت وتنصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ونقنا وسددنا، واقبل تضرعنا يا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون، ولا ما مستقر في المكنون، ولا من طوت عليه مضمرات القلوب، ألا كل ذلك قد أحصاه علمك ووسعه حلمك.
سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد. يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأياد الجسام، وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم أوسع علي من رزقك الحلال، وعافني في بدني وديني، وآمن خوفي، وأعتق رقبتي من النار. اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني، وادرع عني شر فسقة الجن والإنس. الحسين عليه السلام رفع يديه هنا، ارفعوا أيديكم. يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل محمد. السادة الميامين، وأسألك اللهم حاجتي يا الله يا الله، وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك فكاك رقبتي من النار. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. يا ربي يا ربي يا رب، إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائي مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء، واليأس منك في بلاء. إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة لي قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي كيف تكلني وقد تكفلت لي، وكيف أضام وأنت الناصر، أم كيف أخيب وأنت الحفي بي؟ ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم كيف أترجم بمقالي
وهو منك برز وهو منك برز إليك أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي إلهي حكمك النافذ ومشيتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدهد مع اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا فقد دامت محبة وعزما إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمر إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنهار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي
قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنتسب فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني. إلهي تقدس رضاك أن يكون له علة منك فكيف يكون له علة مني. إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنيا عني. إلهي إن القضاء والقدر يمنيني وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان. يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين. أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرضين. إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنك حتى أقبل عليك. إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيت كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك فإن دفعتني العوالم إليك وقد أوقعني علمي بكرمك عليك. إلهي كيف أخيب وأنت أملي أم كيف أهان وعليك متكلي. إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركستني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني. إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. يا من احتجب
في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار. يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الاستواء، كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ إنك على كل شيء قدير، والحمد لله وحده برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين. ثلاث مرات صلوات. بعيونكم الباكية وقلوبكم المليئة إيماناً، الآن هذه القلوب مباشرةً متصلة بالله عز وجل، ضيوف الله في مناسك الحج، ضيوف الله في عرفات، هنيئاً لهم. إن شاء الله لا ينسونا هناك ونحن لا ننساهم هنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. حبيبكم الحسين بعث سفيره مسلم بن عقيل. دقائق دقائق، عندنا مصيبة مسلم. نتيجة هذا الدعاء والدموع التي أريقت على أرض عرفات من عين الحسين وعائلته، الأرض على حرارة الأرض أصبحت طيناً من دموع عين الحسين وأهل بيته. الحسين ينتظر بكاءكم على سفيره وابن عمه مسلم. وبكاه الحسين، والآل لما جاءهم نعيه بدمع همولي في منزل زبالة. باختصار باختصارها، وين ما قاعدين، وين ما تسمعون هذا الصوت، ما ندري السنة القادمة موجودين نحضر هذا المحضر. أنا موجود حتى أجلس على هذا المنبر وأقرأ لكم الدعاء، إذا ما موجود أنتم تحضرون وما تنسوني. الذين كانوا معنا في الأعوام الماضية والآن تحت التراب، آباكم، أمهاتكم، إخوانكم، أهلكم، عشيرتكم، جميعاً أرواحهم الآن معنا في هذا المجلس. الإمام الحسين بكل اطمئنان مع عائلته في منزل زبالة، وإذا برجلين قدما من الكوفة، أشار إلى الحسين، قال له: له أبا عبد الله عندنا خبر مهم، شوية ابتعد. الخبر مو خبر اللي نبوح به والعائلة يسمعونه، ترى جايبي لك خبر مو خوش خبر أبا عبد الله. الإمام الحسين شيئا ابتعد عن خيام النساء، فقال: يا أبا عبد الله عظم الله لك الأجر، ها ما الخبر؟ قال: ما خرجنا من الكوفة إلا ورأينا جسد مسلم بن عقيل وهو بلا رأس، وجسد هاني بن عروة يجران في الأسواق. واويلاه واويلاه. الإمام الحسين جعل ينادي، تصيحون وياه، جعل ينادي: ومسلما، بعد بعد: ومسلما ومسلما. ثم تركهما
أقبل إلى مخيم النساء، أشار إلى شريكته وعزيزته وشقيقته وناصرته. شلون تجوى زينب؟ شلون تجوى للحسين؟ شلون سناد؟ شلون توقف وياه في كل مصيبة؟ قال لها: تعال يا زينب ساعديني. قالت: أخي ما لي أراك باكية، شنو هالبكي؟ دموعك مثل المطر تجري على وجهك، ايش صاير خويا؟ قال لها: يا زينب ترى مسلم راح، ترى مسلم قتل. فصاحت: وأنت زينب العقيلة، ومسلمة وغريبة. ترى مسلم غريب. أقول لكم شيء إخواني، أقول لكم وتحفظوها عني، خليها ذكرى. قول هاي سمعتها من خادم الحسين شيخ مرتضى، اللي 50 55 على أعتاب 60 سنة يقول: يا حسين سمعنا منه. أنا سمعته من مرجع من مراجع التقليد بهاتين. سمع المرجع قال لي: يا شيخ مرتضى ترى مسلم أكثر غربة من الحسين. قلت: مولانا شلون أكو غريب مثل الحسين؟ غريب الغرباء حسين، غريب الديار حسين. قال لي: الحسين لما قتل عائلته وأهله يمه، إن يال اللي يموت وأهله يمه، أويلي على ذاك اللي يموت بالغربة، بناته مو يمه، أهله وخواته مو يمه. مسلم ماكو وحدة تبكي عنده، ماكو وحدة من الأهل حضرت عنده، غريب غريب. فيا ابن عقيل فددك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، ألا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية راح، لأنك لم ترو من شربتي. أنا هنا على المنبر طول الدعاء أشوف من العطش بهالشمس يأشرون على هذول اللي يسقون الماي، وهنيئا لهم على هالثواب وعلى هالأجر. بعضهم أشوفه يتوسل يقول: ترى نشف ريجي، تعال الحق ليعطيني ماي. يا جماعة مسلم كان صائم، ترى مسلم كان عطشان. قال الحسين: أخي زينب ايتيني بحميدة. حميدة 5 سنوات عمرها، يلي جايين من بيوتكم من أهلكم من أقطار بعيدة قريبة. تذكر لما طلعت بنتك الصغيرة قالت: بويا لا تطول، شلون بلادكم توزل؟ شفت لما شبقتها: بويا أروح الكربلاء أدعو لك. كم مرة قالت: بويا أخذني وياه، بويا وديني الكربلاء وياه. الآن كلهم بانتظاركم، ترى بناتكم ناطراتكم على الباب. أويلي على البنت اللي أبوها يسافر وبعد ما يرجع. أقبلت حميدة الحسين، استقبلها: حبيبة قلبي تعال، بنت مسلم قعدت بحضن الحسين. ها خالي، ها خالي، ينظر إليها يبكي، ثم مد يده وجعل، إن شاء الله ماكو طفلة يتيمة تسمعني هسه، إذا أكو بهالمجلس بهالجامعة يتيمة أشروا لي، قلوا لي لا تقرأ ترى هاي تتلوح. لما مسح الحسين على رأس حميدة انتبهت، نظرت إلى الحسين. بيت عز، بيت شرف، تربات أهل البيت من هذه الدوحة الحميدة. قالت: يا خال، يا عام، سيدي مولاي، أراك تصنع بي كما يصنع بالأيتام. احنا أهلنا بني هاشم لما يشوفون طفلة يتيمة يمسحون على راسها.
السيدة شو أنت تمسح على رأسي؟ أخاف أنهم يتيمة صايرة. سيدي جايك خبر من أبويا. إهنا الحسين، الحسين ما تمالك نفسه صاح ومسلما. قال لها بنية، بنية أنا أبوك من هاليوم، أنا أبوك وبناتي أخواتك. الحسين يلاطف اليتيمة، خليك وياي خليك وياي بعين القلب، دا تشوفون أريد أراويك وبس أسمعك. هذا وبنات الحسين بنات الرسالة الفاطميات، كل واحدة تنظر إلى الحسين، ورقية عزيزة الحسين تنظر عن كثر، رقية أكثر من غيرها الطالع. أبويا سمع هاي صايرة يتيمة، إيش دا يسوي؟ ماذا يصنع باليتيمة؟ شاف الله أغدقها بحبه وكرامته ورأفته. يعني شلون محبة، شلون عناية، هكذا يصنع باليتيم. هذا المشهد بقعد رقية إلى متى؟ إلى أن أدخل الرأس الشريف في الخربة. وين وديتك؟ هل يوم مجلسنا مجلس الأيتام؟ ها هل يوم مجلسكم مجلس رقية غريبة خربة الشام؟ لما جابوا لها رأس الحسين خلوا الطوق قدامها، مدت يديها وأخذت الرأس الشريف، نظرت إليه كلمات قليلة، بعد القلب ما باقي له شيء. لحظات جماعة، لحظات وماتتها. بهاللحظات ايش قالت؟ تدرون شنو قالت؟ قالت أبا أنا لم أنس منزل زبالة. بويا ما نسيت لما إجاك خبر مسلم، وما صنعت بيتيمته حميدة، عزم عززة مكرمة خليتها بحضنه، اتلاطفها تقول لها أنا أبوك من هاليوم. أبتاه رقية تقول أبتاه أبتاه يتيمة أبوها راح، وكل عز واحترام، بويا أنا أبويا راح لكن يضربوني، ضربوني بالسيار، أنا يتيمة حميدة ما كانت أسيرة، أنا أسيرة. أبتاه ابنتك رقية يتيمة غريبة، أبتاه من الذي قطع شيبه، قطع نحره، خضب شيبك بدمه. الله أكبر، والعائلة كلها تطالع متحيرة شي يسوون، وإذا بالرأس سقط من يد رقية. إيش سوت؟ خلت خدها على رأس الحسين. هم خليها ذكرى، هم خليها ذكرى. الإمام الحسين رأسه تكلم وقرأ القرآن 10 مرات، لكن الرأس الشريف مرة واحدة بكى. تدرون ايش وقت؟ لما رفعت رقية خدها من رأس الحسين، كل العائلة شافت دموع رأس الحسين تجري. الحسين دا يبكي على اليتيمة، انتم ما تبكون على اليتيمة؟ وإذا بها وضعت رأسها على التراب بلا حركة. زينب أشارت يا الأطفال يا البنات سكوت، ترى رقية تعبانة نامت. وإذا بزين العابدين صاح عم زينب قومي وجدد العزاء. ها قال يا عم لقد ماتت أختي رقية. أويلي أويلي، شلون ضجة؟ شنو صار في الخربة هاي كلها عندك؟ خليها بقلبك خليها بقلبك. شالوها جابوها في زاوية. زين زينب تنظر إلى واحدة والأخرى، من يغسله هذا البدن الصغير؟ من يغسله؟ أم كلثوم قالت له، سكينة قالت إذا أنا شفت جسمها أموت، ماكو أبدا. يا جماعة روحوا إلى حين حقولنا،
جيبوا لنا فد مرة تغسل الأموات في الشام، راحوا جابوا هذول الشرطة الشام، جابوا امرأة تغسل الأموات. اجت هذه المرأة مغسلة الأموات، اجت قالوا لها ترى عندنا طفلة هنا ميتة، ايش فيها؟ هاي ميتة تعب. اجت جابوا ماي. المرأة التي تريد أن تغسل الجسد لما نزعت ثياب رقية قالت هاي ما أغسلها أنا، هاي بأي مرض؟ كانت مريضة. زينب العقيلة قالت ترى هاي مو مريضة، قالت أشوف جسمها كله أسود كله مسود، شنو هالسواد؟ قالوا لها يا مرة ترى هذه آثار الثياب. المرة الشامية صاحت هاي يتيمة ويضربوها. بيتي النعي. زينب لما كانت محيرة ما عندها أحد تغسل رقية، تدرون سوت وين تروح؟ فالنظر قامت تعاين على أبو فاضل، تصيح أبو فاضل دخيلك، علي الأكبر وينك؟ يا القاسم وينك؟ أريد ضجة، أريد ضجة منك. يتيمة تكون، ترى هذا العاشوري إليها، اسمعه اسمعه. يتيمة تكون تعالوا غسلوها. حتى اللي قاعدين في بلاد الدنيا العالم، شرق الدنيا وغربها، الآن كل شيعي في العالم وياكم وياكم، انتو هم صيحوا، انتو هم ونوا من كل قلبك. يتيمتكم تعالوا غسلوها. أبو فاضل فدوى روح لك، أنت مقرى وياهم، أنت مون وياهم. الثالثة بعد حيل، يتيمتكم تعالوا غسلوا. عن راس والدها ارفعوها. الله الله، وين القرابة اللي يدفنوها؟ وين القرابة اللي يدفنوها؟ يا ماتت قهر يا مراس أبوها، ما أريد واحد ساكت، ها ما تتقهر يا مراس. بأصواتكم العالية خمس مرات يا حسين. مأجرون إن شاء الله، بارك الله فيكم. ذهب العناء وبقي الأجر، التعب الشمس الحر الازدحام كله خلاص. الله يعلم، بس الله يعلم شنو الآن أنتم محصلين من ثواب. دقيقتين النتيجة، كلكم نحو القبلة. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بحق الحسين عاش مرات، يا الله يا الله
يا الله يا الله ارفع صوتك.